اختتمت العاصمة الإماراتية أبو ظبي فعاليات معرضي أيدكس ونافدكس 2019، والتي استمرت على مدار 5 أيام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك. الاختتام صاحبه الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية على مدار الأيام 5 للعارضين، والتي وصلت إلى حدود 20 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم 5 والأخير لمعرضي أيدكس ونافدكس 402 مليون درهم، توزعت على 7 شركات محلية و7 شركات عالمية. اليوم هو اليوم الختامي لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019. تعدى مبلغ العقود 20 مليار درهم. هذا يعطي دلالة واضحة على أن نافدكس 2019 ناجح بكل المعايير، الأرقام تثبت ذلك. نافدكس 2017 وأيدكس 2017 كان مجموع العقود 19 مليار و700 مليون. هذا وحقق المعرضان نجاحا منقطع النظير، كونهما شكل تظاهرة فريدة جمعت صناع القرار ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام والحيوي في كافة أرجاء العالم. ويعد الحدث أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية، مما يعزز من المكانة المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على خارطة الأمم. تم الإعلان عن عدد الصفقات لهذا اليوم والصفقات إجمالا. طبعا الصفقات لهذا اليوم بلغت 402 مليون درهم، وبإجمالي للخمسة أيام الماضية كان 20 مليار و53 مليون درهم. طبعا هذا ولله الحمد كان يعني تجاوزنا الرقم السابق اللي كان تقريبا 19 مليار درهم. أيضا بالنسبة ليس فقط على الصفقات، ولكن أيضا نتكلم عن عدد الزائرين، ولله الحمد جاوزنا 120 ألف زائر في هذا المعرض مقارنة ب 105 ألاف في المعرض السابق. قبل شوي انتهى المؤتمر الصحفي الرئيسي. الطبعة الجديدة من المعرض أتت في وقت تطرح فيه تساؤلات ملحة حول الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية، وما الذي ستؤول إليه في المستقبل القريب والبعيد، وما هي أفضل الحلول وممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة. تأتي استضافة وتنظيم هذه المنصة العالمية الرائدة لتجيب عن هذه التساؤلات وغيرها، واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية، ناهيك عن حصاد مثالي تمثل في توقيع شراكات وصفقات مع نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات العسكرية في العالم، ترسم لخطة بعيدة المدى سعيا للمشاركة الفعالة في صون الأمن والسلم الدوليين. لقناة الإخبارية عبد اللطيف بخوش، أبو ظبي.